يا مسلم يا مسيحي انت يا مصري خاف على ارضك. توقفوا قدام كلامي كويس، محدش ابدا يفرق بينا. ايه ده؟ ده مهم جدا، الموضوع ده مهم قوي، والموضوع مش انا اعمله بس، ده نعمله كلنا. اسمعوا بفضلكم، كلنا لازم نرجع مش زي زمان اكتر. يا مسلم يا مسيحي انت يا مصري خاف على ارضك. هي دي ارضك واللي هترفع راسك فوق. يا مسلم يا مسيحي انت يا مصري. يا مسلم يا مسيحي انت يا مصري خاف على ارضك. ان هذه الاعمال الجبانة لن تنال من عزيمتنا. بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة. شعب مصر الابي، تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن امن واستقرار شعبها العظيم والقصاص والرد على الاعمال الاجرامية للعناصر والتنظيمات الارهابية داخل وخارج البلاد، قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2015 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية، وقد حققت الضربة أهدافها بدقة، وعادت نصور قواتنا الجوية إلى قواعدها سالمة بحمد الله. يا مسلم يا مسيحي انت يا مصري خاف على ارضك. هي دي ارضك واللي هترفع راسك فوق. يا مسلم يا مسيحي.